نعم، واصلين في صوم التطوع، وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى، ومن ثم أضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا له فضائل. صوم التطوع، ما معنى التطوع؟ التطوع معناه التقرب إلى الله تعالى بغير واجب. وهنا وفي سائر الأبواب بمعنى التطوع يعني التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات. فإذا التطوع يكون بعبادة فقط، أما بمباح لا يكون تطوع. أما قبل أن يبين ما هي الصيام المسنونة، بين الشارح أو رغب الشارح في صوم التطوع وقال: وله من الفضائل، وله يعني لصوم التطوع فضائل والمثوبة من الثواب والفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى، لا نستطيع أن نحصيه بل الله تعالى يحصي، يعني لا ندري بل ندري فضائل عليمة مثوبة عليمة، هذا نعلم، لكن لا ما علمنا تقديرها بمقدار. الله تعالى يحصيه، يساء من الله تعالى فقط. هذا يشير إلى عظمة فضائله وثوابه. ومن ثم أضافه تعالى إليه، فإذا لعظم الفضائل والمثوبة الله تعالى أضاف الصوم إلى نفسه. إذا هذا دليل إضافة الله تعالى الصوم إلى نفسه إليه تعالى دون غيره من العبادات، فهذه الإضافة دليل على عظم فضائل صوم التطوع. فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فأنا لي وأنا أجزي به. هذا يعني يعم الفرض والنفل، إلا الصوم، صوم فرض وكذلك نفل. إذن الفرض له هكذا من خصوصية من بين العبادات المفروضة، وكذلك نفل الصوم له خصوصية تخصيصا من بين العبادات النوافل والمندوبة هكذا. وفي الصحيحين هذا أتى بحديث ترغيبا في صوم التطوع. نعم، وفي الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما فقط في سبيل الله، معناه في طاعة الله بإخلاص النية بدون رياء ولا عجب، هكذا هكذا سبيل الله تكون عبارة عن أداء العبادة بإخلاص النية بدون شبهة الرياء والعجب وهكذا. فإذا هكذا صام مخلصا لله بعد الله، والله تعالى يبعد وجهه، وجهه يعني ليس الوجه خاصا بل يبعده تماما، يخصص الوجه لأجل شرفه. فإذا يبعده الله تعالى عن النار 70 خريفا، يعني مسافة 70 خريفا. خريف في الحقيقة هو فصل من الفصول الأربعة للعام، لكن المراد بالخريف هنا العام كله ليس الخريف، لكن يعبر عن العام بالخريف لماذا؟ لأنه أعدل أيام السنة بالنسبة إلى الربيع، وكذلك بالنسبة إلى سائر الفصول الثلاثة، وهذا الخريف يكون عدل أيام السنة، لأجل ذلك يعبر به عن السنة كلها. فإذا هكذا ثواب صوم يوم واحد نفلا تطوعا، الله تعالى يبعده 70 خريفا، فضل عظيم.
ثم يبين يعني الأيام يسن فيها الصوم، يسن متأكدا صوم يوم عرفة، سنة مؤكدة، لذلك قال متأكدا صوم يوم عرفة. لمن هذا؟ لغير حاج. لو كان الرجل حاجا لا يسن له، هذا ليس كل حاج، بل الذي وصل إلى عرفة ليلته، يعني ليلة العيد يسن له، يعني هو يصل إلى عرفة بعد وقت صوم يوم عرفة. هناك كتب في شرح بافضل: أما الحاج فلا يسن له صومه، بل يسن له فطره. يوم عرفة هو لا يسن له صومه، بل يسن له فطره، يعني ترك الصوم. فإن كان قويا أيضا للاتباع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم بل أفطر لأجل ذلك، للاتباع وليقوي على الدعاء، يعني هذا يوم عرفة متى يحضر؟ ويحضر في عرفة وقت الزوال، ثم من وقت الزوال إلى ما بعد الغروب هو مأمور بالدعاء والأذكار والقراءة بسائر العبادات. فإذا لو صام ممكن يتعبه ويعطل هذا الدعاء وسائر الوظائف في عرفة، لأجل ذلك. إذا بعد ذلك قال: ومن ثم يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا، يعني بعد الغروب هو وصل فيسن له، هذا لغير حاج، وكذلك لغير مسافر أيضا، لغير مريض أيضا، مريض لا يسن له، كذلك المسافر أيضا لا يسن. لكن بالنسبة إلى المسافر وال يعني المريض، لو تكلف لأنه يكفر السنة، يسن متأكدا. لماذا؟ لأن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها، كما في خبر مسلمين. ثم يبين ما المراد بصوم يوم عرفة، وهو تاسع ذي الحجة. يكفر ذنوب سنتين. ما معنى التكفير؟ ما هو المكفر؟ كل سيد يكفر السنة التي هو فيها. فإذا هذا هو في ذي الحجة، فإذا يكفر ذنوب هذه السنة الحاضرة والتي بعدها. هذه السنة تنتهي بنهاية هذا الشهر، يعني هذا ذو الحجة آخر الشهور السنة العربية. ثم بعد ذلك السنة الآتية تبدأ باستهلال محرم الحرام، هكذا. وهو تاسع ذي الحجة، وهو تاسع ذي الحجة، يعني هناك شبهة لبعض مبتدية الأسف، وهم يقولون هذا يوم عرفة يوم يعني اجتماع الحجاج في عرفة، هذا هو يوم عرفة، لكن بالنسبة إلى الحجاج ذاك يوم عرفة، أما بالنسبة إلى سائر المسلمين في أنحاء العالم ينظر هذا التاريخ، يعني وهم يقفون بعرفة في التاسع ذي الحجة،
فإذا تاسع ذي الهدى يوم عرفة، كما أن واحد شوال يوم عيد الفطر، كما أن عاشر ذي الهجة واحد يعني شوال، واحد شوال عشر عيد الفطر، وكذلك عاشر ذي الهجة يعني عيد الأضحى. فإذا ينظر إلى هذا التاريخ، كذلك ينظر هذا التاريخ ممكن بالنسبة إلى بعض البلاد هذا في بلدهم تاسع ذي الهجة ممكن يتفق مع عاشر ذي الهجة لأهل مكة، أو حادي عشر ذي الهجة لأهل مكة، أو على العكس يعني ثامن ذي الهجة لأهل مكة، وهذا الاختلاف لا يعتبر، بل في كل بلد ينظر ما هو تاسع ذي الهجة. هذا واللحوة صوم الثامن ما عرفتها، صوم عرفة، وكذلك ثامن نعم ثامن أيضا هو يصوم، هذا هو اللحوة. لماذا؟ ممكن هذا خطو في تعيين الهلال أو في رؤية الهلال، لأجل ذلك يكون الثامن في الحقيقة تاسيا، هذا هو لأجل هذا تحري التاسع في اليومين يصوم الثامن والتاسع، هذا وجه الاحتياج. ومع ذلك سيأتي يعني سيأتي أن الصوم تسع ذي الحجة تماما وهو مسنون، من أول ذي الحجة إلى التاسع ذي الحجة تماما مسنون، فإذا يكون هذا صوم يوم عرفة يعني تاسع ذي الحجة وكذلك ثامن ذي الحجة، هناك يكون اعتباران أو جهتان لطلب الصوم فيهما، هذا ثامن ذي الحجة وكذلك تاسع ذي الحجة كلاهما من من هذه العشر لأجل ذلك، ثم بعد ذلك باعتبار أنه يوم عرفة باعتبار أنه يحتاط في ذلك لذلك يصوم في الثامن، وهكذا جهتان، وهكذا سيأتي في بعض الصيام أكثر من جهة واحدة تقتضي الصوم كما سيأتي أمثلتها أيضا إن شاء الله. ثم ذكر في هذا لم يذكر الحديث بل في هذه الليلة، لأنه يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها كما في خبر مسلم. ماذا هو المكفر؟ التكفير معناه العفو والغفران، هذا معنى التكفير. فإذا ما هو المكفر؟ المكفر الصغائر، الصغائر فقط يعني الذنوب ثلاثة أقسام أو يعني قسمان، فإذا أعظم الذنوب هذا السبع الموبقات، ثم بعد ذلك سائر الكبائر، ثم الصغائر، هكذا. فإذا من هذه الثلاثة تكفر الصغائر فقط، ثم هذه الصغائر فيها أيضا شرط وقيد، هذا الذي يذكر، التي لا تتعلق بحق العدمي. فإذا هذه الصغائر لو كانت لها تعلق بحق آدمي فلا تكفر هذه الصغائر، فإذا يكفر بعض الصغائر فقط في هذه السنة، في السنة الماضية يكفر بعض الصغائر فقط. هل سألت شيئا؟ مسقوط. لا عندي المكفر الصغائر التي تتعلق بحق الآدمي، التي تتعلق هذا خطأ، هذا خطأ مبين، التي لا تتعلق في نسختكم يعني لا ساقطة. نعم عندي ساقطة يا شيخ. نعم عندي موجود يا شيخ، لا تتعلق موجود عندي. لا تتعلق، هذا هو صحيح، لا تتعلق بحق الآدمي،
إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة. نعم. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة هكذا. فإذا هكذا قسم العلماء والذنوب على ثلاثة أقسام. الشرك هو أعظم الذنوب. التوبة كيف؟ بترك الشرك ودخوله بالإسلام، يكون موحدا يؤمن بالله تعالى، هكذا يتوب فيكفر وإلا لا يكفر. هذا واحد. ثم يعني سائر الكبائر كلها لا يكفرها إلا التوبة أو يعني مشيئة الله تعالى. الكبائر في مشيئة الله تعالى بخلاف عقيدة بعض المعتزلة. فإذن التوبة الصحيحة أو عفو الله تعالى. ثم الصغائر أو يعني يكفرها التوبة أو عفو الله تعالى أو الحسنات، هكذا ثلاثة. هكذا قسم الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا بالنسبة للصغائر التي لا تتعلق بحق النار. فإذن الكبائر لا يكفرها إلا توبة صحيحة. وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه، رضا الآدمي، بدون ذلك بدون إرضائه واستحلاله لا يكفرها. لو هكذا استحله بحسنة. فإن لم تكن له صغائر، فإذا معنى التكفير هكذا العفو والغفران. فإذا هذا رجل ليس له صغائر للتكفير، فإذا ما معنى التكفير؟ هذا الذي يبين. لو لم يكن له صغائر، هذا بعيد جدا. أن لا يكون لأحد صغيرة، هذا بعيد جدا. ومع ذلك هو هذا البعيد، ماذا حكمه بالنسبة إليه؟ التكفير زيد في حسناته، يزاد في حسناته بمقدار الصغائر، يزاد في درجاته وحسناته. ويتأكد مانيت، وهذا ليس في هذا الصوم فقط بل في جميع الحسنات التي تكفر سيئات. لو لم يكن لصاحب هذه الحسنة سيئة، ماذا؟ يضاعف في حسناته. ثم ويتأكد صوم الثمانية قبله. صوم الثمانية قبله يعني قبل يوم عرفة. فإذن هذا الثامن داخل في هذه الثمانية، هذا الذي قلت هناك جهتان لصوم الثامن على الخبر الصحيح فيه فيها. فإذن لأجل هذا الخبر الصحيح فيه، وكذلك لأجل تحري صوم عرفة أيضا يطلب صوم الثامن ذي الحجة. يتأكد ندب صومه هكذا. لو تعددت الجهات لصوم يوم فيتأكد أكثر من تأكده لغيره. نعم. ثم هذا الخبر الصحيح يقتضي صوم ثمانية، ومع ذلك هناك مسألة أخرى، هذا الذي يذكر بعده فيها يعني في الثمانية. المقتلي لأفضلية عشيرها على عشر رمضان الأخير. وهذا الحديث يقتلي، ماذا يقتلي؟ أفضلية عشيرها عشر ذي الهجة على ما على عشر رمضان الأخير، هكذا يقتلي. لكن هذا المقتلى ليس براجه، بل الراجه أن العشر الأخير أن
عشر الأخير من رمضان هو الأفضل. ثم ويوم عاشوراء، عاشوراء هو عاشر المحرم. بعد ان قال التاسع المحرم هذا شهر النوم، عاشوراء يعني عاشر محرم. يتأكد صوم عاشوراء لأنه يكفر السنة المالية كما في المسلمين، السنة المالية نعم، فهو يصوم في عاشر محرم، السنة المالية يعني قبل هذا محرم. وتاسوع أيضا وهو تاسعه، تاسع محرم في خبر مسلم، هو لئن بقيت إلى قابل لأصوم أن التاسع، فمات قبله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عام قابل، قبل تاسوع تاسع ذي المحرم القابل توفي، يعني في ربيع الأول بعد هذا القول توفي في نفس السنة. فإذا ما هي الحكمة في شرع التاسوع، في شرع العاشوراء؟ يعني هناك أسباب كثيرة، هذا نجاة موسى عليه السلام كذا كذا، يعني في أكثر هذه الأيام التي يسن فيها الصيام وردت نعمة، وكذلك أسباب للفضائل. أما هنا في التاسوع ما هو الحكمة؟ الحكمة مخالفة اليهودي. فإذا يهود يعني كانوا يصومون عاشوراء فقط، يعني كما سبق أن بينا، يعني كان رمضان واجب عليهم لكنهم تركوا هذا رمضان، بعد ذلك كانوا يصومون عاشوراء فقط. ثم ماذا كان صوم عاشوراء بالنسبة إلينا؟ هل صام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعد الهجرة؟ هذا كما يظهر من ظاهر حديث لأصومنا، لئن بقيت إلى قابل لأصومنا التاسع، يعني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يهودا يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا إن هذا يوم أنجاه أنجى الله موسى عليه السلام، وهكذا هم عددوا نعما وقع في العاشوراء، لذا أجل ذلك اختاروا صومه. ظاهر هذا الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام قبله، وكذلك بعد الهجرة متى بدأ اليهود أن يصوموا؟ ذكرنا هذا القول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسية، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليهودي وقع في سنة وفاته، قبل ذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني 9 سنوات، هاجر في يعني 53 من عمره، ثم بقي في المدينة 10 سنوات، توفي في 63. فإذا هذا في السنة الأخيرة من عمره وقع السؤال، إذا لم يصوم قبله اليهود أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صومه؟ نعم، كل هذا قد وقع. وهذا النبي صحابة رضي الله عنه كانوا يصومون عاشوراء قبل الهجرة كما ثبت في صحيح البخاري، وكذلك كان العرب يصومون في الجاهلية أيضا، العرب صاموا عاشوراء في الجاهلية، ثم بعد ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل الهجرة وبعد الهجرة. يعني هذا السؤال وقع لأجل تشريع صوم تاسوع، وهذا الذي وقع في السنة الأخيرة من وفاته. أما بالنسبة إلى عاشوراء كان اليهود يصومون، وكذلك كان النبي والصحابة يصومون،
وكذلك كان العرب أيضا يصومون في الجاهلية. فإذا هناك يعني شبهة وهكذا، لكن هذا كان بالنسبة إلى تشريع صوم التاسوعاء وقع هذا السؤال، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب مخالفة اليهود بالنسبة إلى صوم عاشوراء، لذلك شرع بقوله لئن بقيت إلى قابل لا لا صومن التاسيع، وقبل ذلك كان اليهود يصومون كل يصومون، ثم فمات قبله والحكمة مخالفة. ومن ثم سن لمن لم يصمه صوم الحادي عشر. من لم يصم التاسوع، التاسع محرم، بل هو صام عشر محرم فقط. فإذا لأجل هذا طلب المخالفة في هذا الصوم لليهود يسن له أن يصوم الحادي عشر، بل وإن صامه أيضا هذا يسن صوم أحادي عشر محرم، وإن صام التاسع أيضا. لماذا؟ لأجل التحري، في ثبوت الهلال يوم تعيين أول الشهر. فإذا لأجل هذا التحري يطلب صوم هذه السنة. فإذا بالنسبة إلى من لم يصوم هناك جهتان لصوم حادي عشر محرم، مخالفة اليهود وكذلك تحري عاشوراء. بالنسبة إلى من صام تاسع محرم جهة واحدة تقتضي صوم الحادي عشر محرم هكذا. ثم وفي الأمي يعني ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه يعني هذا يطلب المخالفة. فإذا هل يكره إفراد عاشوراء بصوم كما سيأتي في يوم صوم يوم الجمعة؟ إفراد صوم يوم الجمعة مكروه، لأجل ذلك يضاف إليه صوم يوم الخميس أو يوم السبت. كذلك هل يكره؟ لا يكره، ما معنى لا بأس؟ أي لا كراهة أن يفرده، لكن مع ذلك لأجل هذه المخالفة يسن التاسع أو حادي عشر. أما حديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين. نعم، هناك بعض العادات أعتقد أحدثها الشيعة هذه العادات، ثم بعد إحداث هذه العادات وضعوا أحاديث أيضا لترغيب الناس في هذه العادات، وهم الذين يجعلون يوم عاشوراء يعني يوم حزن. فإذا عندهم عادات، ما هي؟ لا يعني هم وضعوا هكذا يوم حزن. فإذا لأجل مخالفة الشيعة بعض من الصالحين وبعض من الناس وضعوا أحاديث لجعل هذا اليوم يعني يوم عاشوراء يوم عيد. نعم، لمخالفة الشيعة هم اتخذوا هذا اليوم يوم حزن، وهكذا وقعت يعني المقابلة، وهكذا صنعوا وضعوا أحاديث. يذكر المصنف ويبين المصنف حقيقة هذه الأحاديث وهذه الأمور. نعم، أما حديث الاجتهاد يعني هكذا الأحاديث تقتضي ندب الاجتهاد، ندب الغسل، ندب التطيب في يوم عاشوراء، ومن وضع الكذابين يعني من كذب الكذابين. ذكر ثلاثة أمور فقط، لكن ليس هذه الثلاثة، بل ذكر في الشرواني، نقل الشرواني عن المناوي، وكذا ما شاع فيه من الصلاة والإنفاق والخضاب والادهان وتبخ الحبوب وغير ذلك. فقال شارح موضوع مخترع.
هكذا يعني الخلاصة هذا جعل هذا اليوم يوم عيد كسائر أيام العيد. نعم. هكذا عند البعض صلاة وكذلك إنفاق خلاب للشعر كذلك إدهان ثم تبخل حبوب كذا كذا كل هذا من وضع الكذاب. وصوم ستة أيام من شوال هذا أيضا يسن مؤكدا ستة أيام من شوال هذا صادقكم بأي يوم بأي ستة من شوال أول يحرم فيه صوم لكونه يوم عيد وبعد ذلك من الثاني إلى السابع أو ثاني فقط ثم بعد ذلك سابع هكذا متقطعا أو متواصلا أيا كان يسبق ثم مصنف يبين أن التتابع وصل بيوم العيد هو الأفضل لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر. نعم كيف يكون هذا؟ صوم رمضان يعني 30 يوم الحسنة بعشر أمثالها فإذا لو صام رمضان 30 يوم كأنه صام 300 يوم ثم بعد ذلك هذه 6 أيام أن صومها مع صوم رمضان مع صوم رمضان يجب الصوم في رمضان لنيل هذا الثواب يجب فإذا لو ترك الصوم في رمضان لعذر الذي يجب عليه هذا الرجل يجب عليه الصوم ثم بعد ذلك ترك بعد صوم بعد الأيام لعذر هل يحصل هذا الفضل لا يحصل هذا الفضل بل يجب الصوم حقيقة بالفعل أما المرأة الحائضة في رمضان لا يفوت لها هذا الفضل بسبب ترك الصوم أيام حدثها أيام حالها لا تفوت لماذا لم يجب عليها الصوم في هذه الأيام واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة كذلك التواصل اتصال هذه بيوم العيد فإذا من ثاني شوال إلى سابع شوال أفضل لماذا مبادرة للعبادة مسارعة بالعبادة ثم وأيام أعيال البيض صوم هذه الأيام أيضا سن متأكدا ما هي أيام البيض وهي 13 وتالياه لصحة الأمر بصيامها لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر إذ الحسنة بعشر أمثالها ومن ثم يحصل السنة بثلاثة غيرها لكنها أفضل نعم إذن صوم أيام البيض لصحة الأمر بصومها لماذا يعني الأمر بصيامها لأن هذه الأيام البيض صادقة بثلاثة أيام من كل شهر فإذا أولا طلب أو أمر بصوم ثلاثة أيام مطلقا من كل شهر ثم خصص هذا أيام البيض لماذا لأنها صادقة يعني 3 أيام صادقة بهذا إذا في أيام البيض يعني جهتان في سنية صوم أيام البيض جهتان أولا هذا جهة صحة الأمر بصومها ثم بعد ذلك 3 أيام من كل شهر يؤمر بالصوم فيها وهذه الثلاثة المطلقة صادقة بهذه الثلاثة نعم جهتان فإذا تتأكد فإذا واحد لو أراد أن يصوم 3 أيام غير أيام البيض فهو أفضل أن يصوم 3 أيام غير أيام البيض ثم يصوم أيام البيض
ثلاثة أيام لماذا طلب؟ لأنه لو صام ثلاثة أيام لشهر كأنه يصوم تمام الشهر تمام الشهر. لماذا؟ إذ الحسنة بعشر أمثالها، ومن ثم يحصل السنة بثلاثة غيرها، لكنها أفضل. نعم. لأجل لكنها أفضل، يعني لو أراد الإفراد فقط، لا لو أراد الجمع لم يريد الإفراد. ثلاثة ثلاثة ما أراد، بل أراد أن يكتفي بثلاثة فقط. فإذن وهو يتحرى هذه الثلاثة يعني أيام البيض لأجل وجود هاتين الجهتين. ثم بالنسبة إلى ذي الحجة، هذا الثالث عشر يكون ها يوم حرمة الصوم، هذا يكون من أيام التشريق. ثالث ذي الحجة، ثالث عشر ذي الحجة من أيام التشريق يحرم الصوم. فإذا ماذا يفعل؟ هو يترك، يعني يسقط الطلب في ذلك اليوم أو يبدل بيوم آخر، هكذا خلاف. هذا الراجح أنه يبدل بساعة عشره نعم، أو يوم بعده، هكذا ذكر في التحقيق، إما سادس عشر أو يوم بعده، يعني بيوم آخر يبدل. وقال الجلال البلقيني رحمه الله لا، يعني لا يبدل بل يسقط طلب ثالث عشر ذي الهجة ساقط بسبب من الصوم فيه عند الإمام البلقيني، لكن الراجع أنه يسقط بل يبدل بيوم آخر إما بسادس عشر هكذا. ويسن صوم أيام السهود أيام البيض، وكذلك أيام السود. أيام البيض يعني رغبة في بياض الوجه، وكذلك ضياء القبر، وهكذا رغبة. هذا حكمة في صوم أيام البيض. أما الحكمة في في القلب وفي الوجه وهكذا وفي القبر، فإذا من هذه الظلمة يخاف ويرهب. نعم. فإذا يجعل هذه صوم هذه الأيام وقاية هكذا. وهي الثامن من العشرين، الثامن والعشرون، نعم الثامن والعشرون وتعالياه، الثامن والعشرون وتعالياه. فإذا لو كان الشهر ناقصا ماذا يكون؟ نعم. فإذا ذكر في التحفة الثامن أو التاسع السابع، نعم الثامن والعشرون أو السابع والعشرون، يعني لو كان ناقصا هذا السابع والعشرون، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون، هذا أيام الصود. لو كان تاما يعني شهر ثلاثون، الثامن والعشرون التاسع والعشرون والثلاثون هكذا. فإذا كيف يعلم هذا أولا؟ من أين يبدأ؟ وهو يبدأ يعني من سابع والعشرين، في كل سابع والعشرين يسن صوم، يعني كما سيأتي سابع والعشرون، كما سيأتي هو يعني في كل سابع والعشرون من كل شهر يسن صومه، لذلك من سابع والعشرين يبدأ. فإذا لو كان الشهر ناقصا في سابع والعشرين يكون جهتان، جهة أيام السود وكذلك جهتان
يعني صوم السابع والعشرين بدون أيام سوداء هكذا يعني. فإذا لو بدأ الثامن والعشرين هذا رجل بدأ يصوم في الثامن والعشرين وكان الشهر ناقصا ماذا يفعل؟ فإذا هو يصوم الأول من الشهر الذي يليه الأول من الشهر الذي يليه. فإذا لو صام الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين ثم روي الهلال للشهر الذي وهو يصوم الأول أيضا هكذا يقضي ثلاثة. وهذا عند نقصان الشهر يكون السواد يصدق هذا السواد في اليوم الأول من الشهر الذي أيضا كما ذكر ابن حجر رحمه الله في التفسير. وصوم الاثنين والخميس كلاهما متأكدا للخبر الحسني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما يتحرى يقصد صومهما. وقال صلى الله عليه وسلم وقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم يعني حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر وحكمة صوم يوم الخميس والاثنين ذكر هذا سببا تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي ثم وأنا صائم. أنا صائم يعني هذا حقيقة متلبسا بالصوم. بعض قال يعني أنا صائم يعني علي أثر الصوم ليس كذلك بل هذا العرض يكون في النهار لأجل ذلك يكون صائما حقيقة. ثم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أوقات عرض الأعمال يتلبس بعمل. ثم والمراد عرضها عرض الأعمال على الله تعالى أما رفع الملائكة لها فإنها مرت بالليل ومرت بالنهار ورفعها في شعبان محمول على رفع أعمال العام مجملة. فإذن ذكر في الحديث تعرض فيهما الأعمال فإذن أي عرض هذا يعني ما هو المراد بهذا العرض في الحديث يعني بيّن المصنف هذا المراد ومع ذلك تعرض لسائر عرض الأعمال يعني يكون هناك عرض مجمل إجمالي وتفصيلي عرض للأعمال عرضا إجماليا وعرضا تفصيليا. وكذلك بالنسبة إلى المعروض عليه يعرض على الله تعالى ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكذلك يعرض على أموات الأحياء أعمال الأحياء تعرض على أمواتهم يعني لو مات واحد من أقاربه أبوه أو أمه أو أخوه ابنه يعرض عليه أعمال هؤلاء الأحياء. فإذا معروض عليهم يختلف وكذلك كيفية العرض يختلف ثم وكذلك أوقات العرض أيضا مختلف يوميا يكون عرض أسبوعيا عرض وكذلك سنوي عرض. فإذا أشار إلى البعض من هذه الأعراض والمراد عرضها على الله تعالى. نعم قال الله تعالى العرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم ثم إن وجدت خيرا فحمدت الله عليه وإن وجدت شرا استغفرت. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
نعم. وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الحديث، هذه الآية نعم تدل على عرض الأعمال على الله تعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين. وهكذا أعراض مختلفة، أعراض مختلفة. فإذا أما رفع الملائكة لها فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار، وهذا يكون تفصيليا. أما الذي يكون في الأسبوع فكذلك في ليلة القدر أيضا يكون رفع، كلاهما محمول على رفع أعمال العام مجملة. فإذا رأى عرض عرض أعمال العام هذا إجمالي، كذلك عرض أعمال الأسبوع أيضا إجمالي، أما عرض يومي وهو تفصيلي هكذا. وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس، يعني هكذا يسن صوم هذين اليومين، ما هو الأفضل منهما؟ أفضل منهما هذا صوم الاثنين. لماذا؟ لخصوصيات ذكروها فيه. هناك يعني خصوصيات، القدر المشترك يعني أنه يقع فيه عرض الأعمال، ومع ذلك هناك خصوصيات تقتضي زيادة فضل صوم الاثنين. منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد فيه وبعث فيه ويموت فيه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا لبثته، هذه نعمة، شكرا لهذه النعمة يطلب صوم يوم الاثنين. ثم وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروها شاذ. الإمام الحليمي قال اعتياد يعني التعود على صوم الاثنين أو على صوم الخميس مكروه، يكره الاعتياد، هكذا قال، وهذا شاذ يعني أنكر عليه العلماء. نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم بعده فرع. نعم. في هذا الفرع يبين المصنف جمع صومين أو اجتماع صومين في يوم واحد، مسألة التداخل بين الصيام وعدم التداخل أيضا، كما في الصلاة أيضا تداخل وعدم التداخل. مثلا هذا صلاة التحية تتداخل مع سائر الفرائض، وذلك يعني ذلك هنا أيضا. هذه المسألة نظير مسألة التحية من الصلاة. فرع نفتا جم متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده. بعده يعني ذكرنا آخر ما ذكرنا يعني صوم يوم الخميس. نعم. ابتداء من صوم عرفة انتهاء ب صوم يوم الخميس. كل هذا يحصل ثوابها بوقوع صوم فرض فيها، يعني لو وقع صوم فرض فيه. كيف وقع صوم فرض فيها؟ مثلا قضاء، وإلا لا وقع صوم فرض فيه. فإذا رجل فاته صوم من رمضان هكذا هكذا عندئذ هو قضى، متى قضى؟ في يوم عرفة أو في تاسوع أو عاشوراء أو يوم الاثنين أو الخميس هكذا، أو هو نذر يوما، نذر أن يصوم يوما بدون قيد مطلق، ثم أوقع هذا الصوم الفرض المنذور يوم خميس أو يوم الاثنين أو هكذا في سائر الأيام المطلوبة فيها الصوم.
فكذا يحصل الثواب هذا خلافا للمجموع وتبعه الأسنبي فقال إن نواهما لم يحصل له شيء منهما. نعم. فإذن أبتا جم متأخر بحصول ثواب عرفة بوقوع صوم. فإذن هكذا نوى الفرض فقط لم ينوي العرفة وما بعدها بل نوى الفرض فقط بهذه النية الواحدة أوقع صوم فرض في هذه الأيام يحصل ثوابهما جميعا. ثم القول الثالث يعني للمجموع وللأسنبي ماذا؟ لو نواهما لم يحصل له شيء منهما يعني أبطلا. فهذا مثل يعني الصلاة صلاة الفرض مع راتبته نوى الظهر وراتبته فإذن يبطل كلاهما لا ينقض كلاهما كذلك هنا ذكر في المجموع والأسنبي إليه. ثم قال شيخنا كشيخه ابن هجر رحمه الله ذكر في فتح الجواب كشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله والذي يتجه أن وجود صوم فيها القصد يعني أن يوجد صوم في هذه الأيام فهي كالتحية يعني ليس هناك قصد صوم مستقل بل المقصود بندب الصوم في هذه الأيام معناه إيقاع صوم. فإذا ليس ما ذكره المجموع والأسنبي هما قال أن صوم هذه الأيام مقصود لذلك يعني نظيره نظير الراتبة من الصلاة مثل الرواتب لأجل ذلك لو نويا النواهما يبطلان. إمام ابن حجر كشيخه قال ليس نظيرها نظير صوم هذه الأيام صلاة الراتبة بل نظيرها التحية لذلك فإن نوى التطوع أيضا حسنا. فإذا يجب أن النية نيتهما وإلا سقط عنه الطلب. إذا الخلاصة هنا ثلاثة أقوال دون نية التطوع يحصل ثوابهما ما عند الإمام ابن حجر وشيخه لو نوى هما وإلا يسقط الطلب فقط أما ما ذكر في المجموع وتبعه الأسنبي يبطلان. نعم. فإذا الراجح ما ذكر ابن حجر رحمه الله ينويهما يحصل ثوابهما. فروع ثم يبين يعني التفاضل في الفضل بين الشهور. ثم هناك في المسألة المالية ذكر بوقوع صلى ليس بل وقع فيه صوم النفل أيضا مثلا ماذا صوم يوم عرفة كان يوم الاثنين خميس هكذا أو يوم الخميس والعرفة والاثنين وقعت في ست من شوال أو يعني وقع في تسع من ذي الحجة وهكذا يتداخلان هناك أيضا يأتي هذه المسألة ينويهما لحصول ثوابهما ينويهما. ثم يعني تفاوت في أفضل الشهور فرع أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب ثم ذي الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان. نعم. للصوم أفضل بعد رمضان الأشهر الحرم ما هو أفضل من شهر الحرم الأربعة المحرم أولا بعده رجب بعده ذي الحجة بعده ذي القعدة. نعم. ثم بعد هذه الشهور الحرم شهر شعبان وبعده يعني كله سواء بعده ستة أشهر كلها سواء
وصوم تسع ذي الحجة أفضل من شهر من صوم عشر المحرم. تسع ذي الحجة سبق لكن عشر المحرم لم يسبق، يعني ندب صوم عشر المحرم تماما لم يسبق، لذلك قال اللذين يندب صومهما. نعم، عشر المحرم ليس التاسوعاء والعشراء فقط، بل عشر المحرم كلها يندب صومها. نعم، من هذا أفضل تسع ذي الحجة. ثم فائدة: من تلبس بالصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما لا نسك تطوع، ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا. من تلبس يعني ابتدى بصوم تطوع، يعني مثلا هذا رجل نوى صوم تطوع ثم قبل الفجر لو ترك هذه النية كان وهو لا يتلبس، بل لم يترك هذه النية بل طلع الفجر على هذه النية، هذا هو التلبس، بعد ذلك يجوز له قطعه. وكذلك صلاة أيضا أحرم بركعتين من الرواتب أو من التراويح أو من الوتر هكذا فله قطعهما. أما نسك التطوع يعني الحج والعمرة لا يجوز، بل يجب عليه إتمامهما، لزم الإتمام بالشروع في النسك المتطوع هكذا. أما الصلاة والصوم لا يجب بل قطع. هذا ليس في الصلاة والصوم فقط، بل كل المتطوعات هكذا ذكر في التحفة أو غيرهما من التطوعات، وخصهما بالذكر لعلم غيرهما منهما بالأولى. غيرهما، ما هو غيرهما؟ غير الصلاة والصوم من المتطوعات، من التطوعات أي كاعتكاف وطواف وولوء وقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات، هكذا ذكر في النهاية والمغني، نقل عنهما الشرواني. نعم، فإذا هذه تطوعات، كيف يكون هذا واجبات؟ مثلا اعتكاف، لو نذر الاعتكاف يكون واجبا، أو يعني لو يعني نذر الطواف يكون واجبا، أو هذا طواف من أعمال النسك هو بدأ الطواف لا يجوز له القطع، بل يجب الإتمام. نعم، ثم وضوء قراءة سورة الكهف هكذا، هذا تطوعات يجوز له القطع أو الترك. ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه أيا كان ولو موسعا، ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. يحرم على الزوجة أن تصوم صوم تطوع أو صوم قضاء موسع، يعني هذا لم يلق عليها وقت القضاء، لو لاق عليها وقت القضاء فلا حاجة إلى إذن زوجي، بل يجب عليها الصوم. نعم، متى هذا يجب الإذن؟ وزوجها حاضر في البلد، لو لم يكن حاضر فلا حاجة إلى إذنه إلا بإذنه أو علم رضاه، إما يؤذن صريحا أو هي تعلم رضاه. نعم، هكذا ممكن عندها تجربة بالصوم سابقا هي استأذنت، فإذا أذن لها أذن لها هكذا، أو علم الرضا يعني هذا الزوج يرغب في مثل هذه الأمور التطوعات من زوجته، وهكذا رجل يرغب هكذا هي علمت من عادته. نعم، ثم تتمة: يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين وكذا يوم الشك لغير برد. يحرم الصوم، هذا أيام يحرم فيها الصوم، أيام التشريق كذلك العيدين،
وكذا يوم الشك أيضا، في يوم الشك أيضا يحرم الصوم. كذا يوم الشك، لكن هذا في يوم الشك متى يحرم؟ لغير ورد. لو كان عنده ورد، يعني هذا رجل كان يصوم أيام الصود، نعم في كل أيام الصود، فإذا يتفق هذا الثالث من شعبان، هو كان يصوم في كل شهر، فإذا يصوم في شعبان أيضا 30، أو يعني هذا يوم الخميس أو يوم الاثنين، هكذا اتفق 30 شعبان. ثم هنا يوم الشك هو أخص مما سبق، سبق في موضعين بيان يوم الشك هو 30 شعبان مطلقا، وهنا ليس كل 30 شعبان يوم شك، بل وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال. وكذا يوم الشك لغير ورد، وهو يعني يوم الشك يوم 30 شعبان، وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت. الناس يقولون هكذا فيما بينهم، رؤية الهلال هلال هلال، لكن لم يثبت عند القاضي، فهذا هو يوم الشك. وبعد شيوع الخبر بين الناس وعدم ثبوت الرؤية عند القاضي، صار 30 شعبان يوم شك، والحال يبقى على هذه. فإذا في النهار التي هو لا يصوم بل يحرم، إذن لو لم يشع الخبر أصلا لا يندق أحد برؤية الهلال، فإذا هذا ليس يوم شك، لا يحرم الصوم بل يجوز. نعم. ثم وكذا بعد نصف شعبان أيضا يحرم. متى هذا؟ ما لم يصله بما قبله، فإذا من 16 من شعبان يحرم الصوم. متى؟ ما لم يصل بما قبله، فإذا وصام 15 أو يعني 14 و 13 من 13 هذا 13 14 15 هكذا 3 أيام أو يومين أو 15 فقط، ثم استمر فيما بعده فلا يحرم. أو لم يوافق عادته، أو يعني هذا الرجل كان يصوم من كل شهر 3 أيام، هذا 17 18 19 هكذا في شعبان أيضا هو يصوم، أو يوم الاثنين ويعني الخميس هكذا عادته، فإذا أيام الاثنين والخميس بعد نصف شعبان يصوم فلا يحرم. نعم. أو لم يكن عن نذر، أو يعني هو نذر صوم مطلقا ثم أدى هذا النذر بعد انتصاف شعبان يجوز لا يحرم. أو قضاء ولو عن نفل، أو يعني كان عليه قضاء يوم صوم يوم نفل أو فرض أيا كان، فإذا هذا صام في هذا الوقت فلا بأس لا يحرم. فإذا هذا الوقت نظيره نظير أوقات الكراهة للصلاة، نعم أوقات كراهة الصلاة. نعم. هو قال أو لم يكن عن نذر أو قضاء. يعني نحن قلنا في الوقت المكروه للصلاة، لو قصد وقوع الصلاة في وقت مكروه يحرم حتى ولو كان لسبب، إذا قصد أن يوقع النذر أو القضاء في بعد منتصف نصف بعد منتصف الشعبان هل يكون نفس الحكم؟ نعم، ينبغي أن يكون نظيره للة واحدة. هناك ذكرنا للة أنه معاند للشرع، معاند للشرع، فإذا يكون تلك للة هنا، إذا ينبغي أن يأتي هنا. نعم. نعم. ثم فرغنا من باب الصوم. نعم. فيما بعد باب الحج.